منعد المقطع الوضع الصحي الذي هي مقطع شمال في مجموعة جوال المقطع البشر مسؤولية المجلس البلدي وكلا أمور أخرى صحية تعتبر مسؤولية للمجلس. فيما يخص الأمور المتعلقة بمسؤولية المجلس البلدي تنضم كاين مشكل ديال العقار وانا كان حلم من زمان على المستشفى اللي فتح الابواب ديالو كما قال السيد بودو كان عندي بلوكاج باش تسرع الامانيه في فتح الابواب ولكن كنظن انه من غير المعقول انه بحكم الان الابواب مده طويله على افتتاح المستشفى ان مازال هناك صوت مجانب للمستشفى ما يمكنش في نفس المكان يكون عندنا مرضى يكون عندنا الدواء يكون عندنا كل ما هو صحي وبالجانب ديالو شكون الخضار والشحنات كنظن هذا موضوع مستعجل وملح على المجلس التعجيل في حل اشكاليه ديال الصحه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الوعاء العقاري اللي تقام عليه المشروع المستشفى كان مساهمه من المجلس الحضري والجميع. نظن المقابل يجب التفكير وكل جدية في مآل المستشفى القديم. المستشفى القديم هو في واحد المنطقة هنا من وسط المدينة وكنظن أن المجلس البلدي محتاج لعقار من هذا الشكل يعني يمكن نستخدمه في مجموعة ديال الأشياء الاجتماعية أو سوسيو فيما يخص الامور المتعلقه كاين واحد النقطه اساسيه في المسائل الصحيه عندنا في النقطه الاساسيه السيد المندوب الان في المستشفى كاين واحد المشكل اللي هو الامور غير صحي ولكن عنده علاقه بالتجهيزات وانا عشت كم مره داخل المستشفى كاين مشكل كبير ديال التواصل لا يعقل مستشفى اقليمي ما فيه الرياض كنقول هذه مساله بسيطه جدا طرق اتصال بالزوبيراتور اللي كاينين هنايا في الفونيك بروبليم زعما دابا غادي يجيو انا حضرت عليه تعليم طبيب ضرب ليا ما شجع يدخل ما بقيتش غير نظن المساله راكم واعيين بها هذه مساله كنظن داخل المستشفى مساله ديال التواصل كتبقى مهمه جدا خصوصا ملي كيكون شي مستعجلات ولا شي امر بعيدا عن التجهيزات وعلى الاعطال والمسؤوليه ديال المجلس البلدي كاين جوج نقاط وحده طرق لها الاخ الحموي وهي مساله ديال تبديل الاموال وتكريم مستدى الاموال تكريم نقطه يعني اهم داخل المستشفى سبق ان طرحنا طرقنا الموضوع في المجلس الكليني وطرقنا له الدار السابقه وكان السيد باشا وانا باش ندير واحد الاجراء السابقه على هذا المشكل للاسف الشديد اما لحد الان ما رجعناش الاجراء المشكل ديال التشريع مناطات لا يعقل ان طبيبه سبيسياليست تتخلص شنو هو العاقل اللي حد الان باش ما يديرش شي حاجه في المستشفى الان كاين مناطات تشريع داخل المستشفى كيكون عندي سيد الكذا كنصيفطو للرحمه السيد الدار ما عرفتش واش عندي ايه دار البيضاء دابا الا كانت شي بنت ديال شي طفل او طفله المنتهيه هادي المسطره تستدعي اقامه التشريع لابوبسي سيدي لا بوبسي المسطره لا بوبسي المساله ديال التشريع ما كيديرش غير في المستشفى ملي كيجيو الحالات كنصيفطو للدار البيضاء الرحمه زيد على المشاكل اللي طرح سي الحموي ديال الايد المغادره وجندرمري البوليس راه كاين جوج تاني كيتلاعبنا في الابيضاء تبقى خمس ايام سيرتو لما قاس معاك اللي كاين دونك هاد المساله ديال التشريع كنظن عندنا طريقه مخصصه في البلاص ما كاينش شي تجهيزات كنظن خاصها تتاجل باش تبقى التشريع دار في اي مكان كاين مشكل ديال ذكرتي على ان المستشفى ديال الانزال الجديده ديالو كيتميز كاين اسكان الله يخليك هاد السيرفيس تنطلب منك راه في شحال من حاله غالبا ماشي غالبا في مرات عديده كيتواجهوا المرضى بانه معطل كنتمنى انه بالفعل يكون كان معطل باش ما يكونش ديليجيز ولا شي انا ما يمكنش سكانر جديد
استمر فيه. اخر نقطه الفاكسان انتي رابي. انا عشت حاجه بزاف احسن عندي في المدينه الجديده عندكم في هذا السيد الرياض. كاين واحد السيده تما تيدير كلفينا اللي عندها الفاكسان انتي رابي. انا جات عندي حاله استاذ ما يمكنش المدينه الجديده كلها كلمه الجديده كلها كيتوقف على التواجد ديال داك الشخص. انا ملي وقفت انا كنقول لي راه في قضيه هي اللي عندها السوابق خصني انا تجي سي با نورمال خاصكم تما ان سيرفيس دو بيرمانونس ديال دار الفاكسان الجوالي يكون لاكسي فاسيل وكيجي يلقى كاين اخت مني عندها السوابق ديال تما الا كان لاحظوا الناس خدموا في الحمام هي حتى واحد الفاكسان الجوالي كنظن اما يتحول للمستشفى الاقليمي او تكون بيرمانونس ديال السيدة ما كانش يكون ما نديرو عليها وشكرا.